كما يسمى بعودة بندير. أنا ما زلت ما لاحظتش في الإعلام التو اللي فما معنا بندير بمفهومة القديم قبل، وإذا كان موجود راه فما بعض الصحفيين من عهد بن علي اللي أنتم الصحفيين بيدهم الإعلام بيده هو اللي أعطاهم الفرصة، فرصة كبيرة باش يكونوا متواجدين، وهذوكم هم اللي يحملوا عقلية معنا القفة وعقلية البندير ومأجورين، هم ما يتغيروش، المأجور ما يتغيرش يخدم في خدمته. دونك فما بعض الجراثيم يلزم يتنحاو. شكونهم مثلا تستغرب في وجود مثلا لطفي العماري، تستغرب في وجود قنوات تلفزية تعملت للبندير. والله في تونس بندير والتونسي معناتها قصة من بكرة. قبل كان معناتها يبندر للفرنسيس، وبعد شوية يبندر البورقيبة، وبعد شوية يبندر بن علي، وبعد شوية يبندر للنهضة، وتو يبندر للسبسي. معناتها نقول تبندير كما يقولوا لا دين له، معناتها التونسي وتبندير قصة حب معناتها تاريخية. معناتها بندير قلت لك بداية هو واضح وجلي من الإعلام، يعني من اللي تفرج تحل تلافز تبدا تدور سيرتو تلافز نتاعنا تواسع تبدا تفرج تشوف ديجا الإعلام أول واحد بدا بتبندير. تبندير توا هو رجع بويسك توانسة الكل ولاو يبندروا باش يلقاو خدم باش يلقاو حاجة، أما هذا ما يمنعش اللي هو باش يوخر بين التالي ونرجعوا كما كنا قبل وترجع ما فماش خدم كان بالأكتاف وبالرشوة والريقة ذاك الكل. دونك التونسي لهنا لازم يبعد على الشيء هذا على خاطر باش يرجعنا للعهد البائد أونتر بارونتيز كما يقولوا هما. أما كوميم زاد واحد في وقتنا هذا ما يلقى خدمة كين ما يبدأ في الحزب هذاك بويسك يسبقوا الحزب هذاك على الحزب الآخر، والا يكون من الحزب اللي شاد الحكم سينام ما فماش حل وماش يلقى خدمه. دونك يساعدوا باش يبندر باش يلقى باش ياكل، وكان ما يبندرش يلقى روحه على برا، وهذا ما ننصحش به التوانسه، ومن المستحسن كل واحد وشيتو دونك يشد بلاصتو خير. تبندير في تونس ما يتنحاش خاطر الناس الكل استنست به، معناها من 23 سنة وما يبندروا مش جي في 3 سنين تقول لهم نحيوا تبنديرك، هو من نهار الأول اللي تنصب فيه رئيس الجمهورية الجديد وما يبندروا له، الساعة قبل ما يتنصب بندروا له هو باش يتنصب. إن شاء الله ربي يقدر الخير البلاد هذه، ما فهمتش عليه يبندروا معناها إيش مش يربحوا، فهمت؟ هي ما تسماش رجعت، اللي عنده في دمه الغريزة هذية يستحقها ويستعملها وقت اللي حاجته به. والتونسي يقعد تونسي مهما تبدلت الأنظمة ومهما تبدل الأشخاص، التونسي عنده A B C D يعيش بهم، دونك مش مستغنى عليهم، هذاك هو التونسي. لا يا حكيت بندير عمرها ما تنحات وباش ترجع ديما موجودة. الشعب التونسي بطبيعته بندير في دمه، كلها تهز في القوة من غير ما تشحر، يعني مش باش تنحى الحكاية وباش تقعد ديما معانا. ما يعجبش بالنسبة لي أنا شخصياً ما يعجبنيش. قلت نحن لهنا نعيش كل بندير ما تعيشش، عارف شنو هي هذيك الأكل المعاينة كل بندير والكذب والنفاق، هذيك هي الحكاية، ما عنديش حتى حكاية أخرى. هاي كلها تبندر، هاي كلها تبندر كلها. أنت وأنت كي تسمع يحبس واحد في الاستاسيسي ولا كذا، معناها ما فماش حتى تحس، هاي كلها تبندر بصفة عامة، ما ثم ما نستثنى حتى واحد. كلها تبندر. بندير بطبيعته في كل بلاصة، والتونسي بطبيعته ما فماش بندير ما يعيش في الدنيا هذه. برافو. أنا كونتر بندير، فهمت ليه؟ بندير خاطر تتاخضر ويذل مولاه، فهمت ليه؟ بينما برشا بالعباد يعني تحب تبندير باش توصل لغاية معينة. بندير هو يعني حاجة موروثة في تونس، يعني من برث مع المستعمر التونسي، دونك بندير في حياتي السياسية باغ اكزومبل كيما راهو بندير قدام منزل السفير الفرنسي. اللي ما تجيش حتى تكون حاجة موجودة تصير قدام السفارة تصير قدام المنزل نتاعها، دونك تبندير أكثر من اللازم. وتبندير الأحزاب السياسية بالطبيعة مع الواقف، مرة نهضة مرة توها تبندير مشى لمدينة تونس، ما أدريش يكون تبندير 2019 يكون مع الجبهة الشعبية. قلت لك تبندير قلت لك شربوا مع الحليب في تونس. في رأيي إنه مسألة تبندير كما يحكيوا عليه التوانسة كما يسموها التوانسة هي عادة معناتها قديمة مش مع التونسي. بدات فهمتني ولا كسبب اول هي عدم الكفاءه عدم المساواه فهمتني وعدم معناتها توزيع معناتها الثروات معناتها بصفه متساويه في الاداره في السياسه في حتى في الكوره معناتها فهمتني رجعت عادي يعني لذلك علاش عاودونا يعني ديما نهلوا باللي يجي في الحكم لكن طبيعي اللي بيشتنحها بكل طبعا مش تخرج
اوروبا. اللي فهم شكون ما يبندراش، الكل تبندر. والله يا قبل هزيت القفة صحيح برشا، سختو في القراية، فمش واحد في تونس يقرأ ما يهزش قفة. أما بيرسونيل ما ننصحش بيه طوالي، أما قبل ليام هزيت قفة مش لقيت بلاستي. والله تبندير ساعات انتي و... وانتي وكيفية ساعات تستحق. ما نديرش نهدي نخدم على روح، أنا خدمة بيناتنا نخدم الروح وعلى موظف عادي يعني نضرب في شهرية وربع، لأن عندي مناصب ولا شيء. كان بندنت راني مترشح في المجلس النواب تو، علاش؟ أخي هما وصلوا معناها على خاطرهم مثقفين ولا على خاطرهم قاريين ولا على خاطرهم نضاليين؟ لا وصلوا على خاطرهم يعرفوا يبندروا هما.